بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك والقادر. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نتكلموا عن fixed layout as a CSS page layout technique. هنتكلم ان شاء الله باذن الله يا جماعه عن النمط ده من انماط او من تقنيات CSS في تصميم صفحات الويب. النمط ده اسمه الفيكسد لاي اوت. هنحاول ان شاء الله باذن الله نغطي مجموعه من الجوانب المختلفه في الحلقه ديت. هنغطي ثلاث جوانب بالظبط. اول نقطه عايزينها هو عباره عن ايه؟ ديفينيشن. النقطه الثالثه مميزاته ايه؟ وعلى الناحيه الثانيه ايه العيوب بتاعته، ايه جوانب القصور بتاعته. الحلقه النهارده يا جماعه مش راح نكتب فيها كود، لا مش راح نكتب فيها كود، يعني احنا بس هنحاول نتعرف على التكنيك ده زي ما احنا هنحاول نعرف كل التكنيكات المختلفه تبعا يعني ان شاء الله باذن الله. طيب جميل، اوكي. اول نقطه ايه هو الديفينيشن بتاع الفيكسد لاي اوت؟ هو من اسمه كده يا جماعه فيكسد. فيكسد بتيجي بمعنى حاجه ثابته. طيب انا تعريفه مكتوب قدام مني وانا هنقراه ونحاول نشرحه لحضراتكم. في تعريفه بيقولوا هو عبارة عن layouts that are set to an overall fixed width. عبارة عن نمط layout معناها تخطيط أو نسق أو نوع. النوع ديت بنحاول نديله أو بيحاول ياخد نسبة معينة، رقم ثابت عرض كلي للصفحة. جميل؟ اوكي. That do not react to changes، لكن هو مش بيعمل ردود افعال، ما بيكونش ليه استجابات معينه لانواع معينه من التغييرات او لتغييرات مختلفه. زي ايه بقى التغييرات ديت؟ زي براوزر بينج ريسايزد، ان كونك انت بتبتدي تقلل وتكبر في البراوزر بتاعك. النقطه الثانيه اور ديفايس اورينتيشن، ان انت مثلا تجيب الموبايل بتاعك تخليه بدل ما هو بورتريت تخليه لاند سكيب، يعني تقلبه. ساعتها التصميم بتاع الموقع بتاعك مش راح يتغير لانه داز نوت، او اللي هو دونت رياكت، هو مش بيتفاعل مع التغييرات اللي من النوع ده. ده تعريفنا للفيكسد لاي اوت. يبقى اللي طلعنا بيه من المفهوم ده يا جماعه ان كلمه فيكسد معناها ثابت، وباني كوني اني انا اشتغل على نمط فيكسد اني هيكون معايا عرض ثابت للتصميم. انا في التصميم يا جماعه ما بيهمنيش الارتفاع بقدر ما يهمني بشكل مهم جدا العرض بتاع الصفحه. العرض ده هتوقف عليه حاجات كتير جدا. ارتفاع مش مشكله، كده كده عندي سكرول بار راسي عادي مش مشكله. المهم بقى العرض بتاع الصفحه، هل هو ايه ظروفه معايا؟ في النمط ده العرض بتاع الصفحه بيكون ان هو فيكسد، بيبقى ثابت، بيبقى ديزايند اوريدي من قبل كده زي ما احنا هنعرف كمان شويه من قبل الديزاينر. ده مفهوم بسيط ليه او تعريف بسيط ليه وات از ذا فيكسد لاي اوت ديزاين. ايه يعني النمط الفيكسد ده؟ نمط الفيكسد ده عباره عن نمط ثابت، نمط ثابت بياخد مساحه معينه او مساحه كليه وان يكن من عرض الصفحه بتاعي بالكامل، ولكنه ما بيستجيبش لانواع مختلفه من التغيرات اللي ممكن تحصل، زي ان المستخدم يبتدي يقلل في يعمل ريسايز للبراوزر بتاعه زي ما انا كنت بعمل كده، ابتدي يقلله، التصميم مش بيستجيب لي. تمام؟ ده اللي بنسميه الفيكسد. طيب اوكي، النقطة الثانية خلونا نتكلم عن ايه؟ عن اوفر اول فيكسد ويدث. ايه القصة بتاعت اوفر اول فيكسد ويدث ديت يا جماعة؟ نسبة كبيرة جدا، او بلاش نقول جدا، نسبة كبيرة من التصميمات يا جماعة ديت بتتبني على اني انا اخد عرض كلي بياخد قيمة معينة، يعني اني اخد عرض عام، ده اللي هطبق عليه ده اللي هطبق عليه الويب سايت بتاعي، ده اللي هيكون الاطار بتاع الموقع بتاعي كله. اما اني ممكن اعمل ديفيجن مستقل احط فيه الموقع كله، يبقى ديفيجن اسميه مثلا رابر، او اسميه يبقى في عندي قطع بيحكم الموقع بتاعي بحيث ان انا اعدي يمين او ادي شمال احركه زي ما انا عايز، بيبقى في قطاع معين، او اني احكمه بالبادي اللي هو الديفيجن السيلكتور العام بقى يا جماعه، اني ادي العرض بتاعي للبادي. يبقى الاوفر اول ويتس، الاوفر اول فيكسد ويتس معناها اني العرض الكلي للموقع بتاعي، يعني الموقع بتاعي هياخد عرض ثابت. طيب العرض الكلي ده انا بميل اني اعمله ايه؟ بميل اني ادي العرض الثابت ده للبادي لان هو السيلكتور العام اللي هيشيل لي كل الكونتنت بتاع الموقع بتاعي، او باني اديه لديفيجن جوه البادي بحيث اني يبقى في حاجه تاخد العرض ده كله.
ديت القصه بتاعت اوفر اول فيكسد ويتس. النقطه الثانيه الانترنال سبيس. طيب جميل، اوكي انت اتكلمت من شويه عن اني انا هدي عرض عام يبقى بمثابه الصندوق اللي فيه كل الموقع بتاعي، والموقع بتاعي اكشولي مش عباره عن سوليد، مش عباره عن حاجه مصمطه، لا ده هو ان اتسلف بيتكون من حاجات كتير تانية، يعني بيتكون من اكتر من حاجه جوه تانية، نتكلم عن هيدر وفوتر ونافبر وسايدبر وكونتنت وكلام كتير، ممكن اجزاء ديت بنسميها ايه يا جماعه؟ بنسميها الانترنال سبيسز، الانترنال بارتس ديت. طب الانترنال بارتس ديت يا جماعه عباره عن ايه، او المساحات دي بتتقسم ازاي؟ طبعا هي بتتقسم على حسب رؤيتك انت كديزاينر، وعلى حسب طبيعه الموقع طبعا، وعلى حسب النقطه اللي فوق منها الاوفر اول وبيج ويدث، العرض العام اللي انت بتديه له. فانت مثلا مديني عرض عام للصفحه ولنفرض مثلا كذا بكسل، فانت الهيدر بتاعك هيكون مبني على كذا بكسل، الفوتر بتاعك هيكون مبني على كذا كده، يعني انت طالما حددت عرض عام يبقى الاجزاء ديت هتخضع للعرض اللي انت حطيته. طيب جميل، اوكي تتكلم بعدين كاستنتاج سبيسز بتوين الاليمنتس، البارتس اللي انا كنت بقول عليها من شويه يا جماعه ديت الانترنال بارتس اللي بتكون منها الموقع، المسافات ما بينها ايه اللي يحكمني فيها يا جماعه؟ المسافات ديت بيحكمني بيها السي اس اس، بيحكمني فيها البادنج والمارجن، الحاجات ديت هي اللي بتفصل ما بين اجزاء مختلفه للاجزاء المختلفه للموقع، وممكن تحكمني فيها حاجات تانية مش بس البادنج والمارجن، ممكن استخدم فيها الالوان، اني ادي الهيدر بتاعي بلون مميز، ادي الناف بار بلون مميز، وده امر شائع ومشهور جدا في مجال في عند الديزاينر. طيب جميل، النقطه الثالثه الديفايسز. نسبة كبيرة جدا جدا من التصميمات اللي بتعتمد على الفيكسد لاي اوت بتبقى دايركتلي متوجهة للبي سيز، الاجهزة اللي اللابتوبز واجهزة البي سي والديسكتوب اللي احنا بنتكلم منها واللي بنتعامل منها مع بعض، يعني لان هي في الغالب بتبقى واخده الريزوليوشن اللي انا سبقت الاحداث، يعني بتبقى واخده مساحه عاليه شويه، لان انا بقول كمان شويه ان التصميم بيبقى مبني على مساحه اوريدي معروفه. فالتصميم بتاع الشاشات الفيكس ديت بيبقى مبني على الشاشه، شاشه البي سي او شاشه اللابتوب، ما بيبقاش مبني بشكل مباشر على السكرينز بتاعت الموبايل، السيل فونز، التابلتس، الشاشات الكبيره، بيكونش مبني عليها، بيكون مبني او هو بيتصمم على مين؟ على شاشات البي سيز. طيب طيب، ولانه بقى متصمم على شاشه البي سيز ليه؟ لان النمط الثاني او النقطه اللي احنا رايحين نتكلم عليها نقطه مهمه جدا اسمها السكرين ريزوليوشن. انا بنقول ان هو فيكسد، يعني هو تصميم ثابت، يعني الديزاينر مش هيكلف نفسه يفكر كتير في ان هو يعرض الموقع على انه شاشه، لا هو دايركتلي عارف هو هيصمم بكام بيكسل بالظبط، ده اللي احنا هنحدده كمان شويه، هو عارف ان هو هيصمم بعدد برينج معين من البيكسلز، الرينج ده مين بيحدده له؟ السكرين ريزوليوشن، النمط بتاع او معدل دقه شاشه الناس اللي هتشوف الموقع اللي هم الفيزيتورز الزايرين يعني. طيب هم بيظبطوا الريزوليوشن بتاعتهم على كام في كام بالظبط؟ كام في كام؟ وعلى الاساس ده هو بيبتدي يحدد العرض العام بتاع الموقع بتاعي، انا يهمني طبعا العرض ما يهمنيش الارتفاع. يهمني ال 1024 ديت هتعمل فيها ايه؟ طيب اللي هيحكمني في ال 1024 برضه نوت فول ويدث، انه الديزاينر ما بيصممش الموقع بتاعه على العرض بالكامل، لا ده بياخد منه حته بيستقطعها، فربما المستخدم يعني المساحات اللي بياخدها البراوزر ديت من على الجناب، المساحه بتاعت السكرول بار، الكلام ده كله بياخد برضه من السكرين ريزوليوشن العرض بتاع الشاشه، فبيصممهوش على 1024 بالعرض الكامل، لا هو بيصممه على عرض صغير شويه اصغر من ال 1024، تمام؟ وبيخلي البادي لو هو كان هيستخدم رابر، يعني لو هو كان هيستخدم ديفيجن يحط فيه الموقع، مش هيستخدم الخلفيه اللي هي البادي نفسها علشان يحط فيها العرض العام، لا انا هيعمل ديفيجن ونسميه مثلا رابر او اي اسم، وهو اللي هيحط فيه الاجزاء بتاعه الموقع بتاعي، ساعتها ما بيديهوش الفول الكامل، يعني ما بيديلهوش الويتس بتاع 1024، لا بيدي له ويتس كام يا جماعه؟ الويتس اللي من تحت اللي هو 960 بيكسل. و 960 بيكسل ديت قصة كبيرة وقصة جميلة بصراحة، يعني 960 بيكسل ده الويتس العرض اللي نسبة كبيرة جدا من الديزاينرز بيشتغلوا عليه،
ليه يا جماعه السر في 960 بكسل؟ هيجي بعدين السر فيها، بس احنا بنحبين نمهد ليه؟ ان هو رقم فليكسبل خالص، فليكسبل خالص يعني يقبل القسمه على اعداد كتيره جدا. وعلشان هو بيقبل القسمه على اعداد كتيره جدا، فهو انا ممكن اقسمه لحاجات كتير، والحاجات الكتير ديت هي بنسميها الانترنال بارتس، الاجزاء بتاعت الموقع بتاعي انا بقول عليها. طيب هنا في هيدر، طب هنا في فوتر، طيب الكونتنت هحط فيه صوره وفيديو وتحت منه نص كده يقبل القسمه، فبيخلي لي التصميم فليكسبل، يعني اسف مش فليكسبل، بيخلي لي التصميم قابل ان هو يتحجم بنسب في العرض العام. دي تسر في قصه 960. فالنمط اللي احنا السكرين ريزوليوشن اللي احنا راح نشتغلوا عليه، اللي هي نسبه كبيره جدا من الشاشات، وفق الاحصائيات بيقولوا ان هو شغال تقريبا ما بين، عشان ما احطش معلومه غلط، في الغالب بيكون ار 24. انا بتكلم على البي سي، الاجهزه اللي بتشتغل على البي سي. هنأصل المفهوم ده ان شاء الله باذن الليكتشر اللي جاي، الحلقه اللي جايه لما نيجي نعمل الجريد هنشوف بقى الموقع اللي هو ممكن يعمل لنا سبورت للقصه ديت، ويقول لنا الاحصائيات بتاعتك بتكون ايه، وانه رينج من الشاشات اللي هو معدل استخدامه كبير، الريزوليوشن ده كبير الناس بتستخدمه. فانت على اساس الشريحه دي بتبتدي تصمم الويب سايت بتاعك كنسق فيكسد على النمط ديت. ال 960 بكسل ديت يا جماعه هي اللي الويتس اللي احنا راح نستخدمه، يعني هي الويتس اللي احنا راح نستخدمه في تصميم الويب سايت بتاعنا. ده بالنسبه ليه النقطه الاولانيه الديفينيشن للفيكسد لاي اوت. طيب اوكي، نيجي نتكلم عن الادفانتجز، المميزات بتاعه النمط ده او بتاعه التكنيك ده من تكنيكات السي اس اس. ايزي تو كونستراكت، فيري ايزي يا جماعه، سهل جدا ان انت تعمل كونستراكتنج، ان انت تعمل موقع كامل بالتكنيك ده، لان اكشولي انت عارف العرض العام بتاعك 960 بكسل، عارف الجهاز اللي انت راح تشتغل عليه، شاشه الريزولوشن بتاعها ايا يكن مش هيزيد عن رينج جامد عن 960 عن 1024. لو قال لي يعمل لي مشاكل، ده اللي احنا هنتكلمه كمان شويه. فعادي ممكن في ظرف كام ساعه كده الديزاينر يقعد، ما عندوش مشكله في المسافات، ما عندوش مشكله في المساحات، هو عارف ان هو هيشتغل على 960 بكسل. وده المشكله الكبيره في المساحات، اني طيب انا هشتغل على ايه؟ هيتعرض على ايه؟ الكلام ده مش موجود او مش بيجي في بال الديزاينر اللي بيشتغل على 960 بكسل لما يطلب منه ان هو يصمم، موقع بالنمط ده بالفيكسد. هو عارف هو هيعمل 960 بكسل. طيب اوكي، النقطة اللي بعد كده، فبالتالي سيف تايم، بتوفر عليه وقت كتير جدا في ان هو ما بيعملش الموقع مره يناسب شاشه موبايل، مره يناسب شاشه تلفزيون، لا لا، هو موقع هيعمله مره واحده بس بمساحات هو عارفها كويس خالص، وهيتعرض على شاشه بي سي. ايزي جدا وسيف تايم جدا. والنقطه الثالثه، ايزي تو كنترول، لاني انا بتحكم في بكسل، شفت انا بتكلم في 960 بكسل، كل بكسل هيكون ليه دور، هيكون ليه دور، وكل بكسل انا ممكن اعمل كنترول عليه، فاهمني؟ فالنمط ده بيدي لك كنترول جامد جدا على كل الابعاد في الشاشه، ده اللي ممكن ما تلاقوش بشكل نسبي مع حاجات تانية، تمام؟ طب ايه الكنترول، الامكانيه بتاعت التحكم دي جايه من فين؟ جايه من اني انا اساسا عندي رينج معروف، كونه 960 بكسل انا مش هطلع بره، فانا عارف كويس خالص البكسل بتاعي بتروح فين. انا اديت عرض مثلا 960 بكسل، عارف الهيدر هيكون مثلا والنف 930، في معايا 30 بكسل، لو حطيت 30 بحاجه هلاقيها موجود، الرينج العام كده كله 960 بكسل. فده اللي هيديني القصه بتاعت انا ممكن اتحكم في كل بكسل، وكل بكسل هيكون ليه دور معايا في الفيكسد لاي اوت، في النمط ده من انماط التصميم. طيب ايزي، اوكي جميل، نتكلم بقى عن النقطه الثالثه، الديس ادفانتج، العيوب بتاعه القصه ديت. انه اكبر عيب يا جماعه انه نوت ريسبونسيف، نوت رياكتبل، مش بيتجاوب مع اليوزر، مش بيتجاوب مع الديفايس اللي هو شغال عليه. يعني الموقع مناسب خلاص عشان يتعرض على شاشه سكرين كمبيوتر، طيب لو انا عرضته على الموبايل بتاعي، لا لا، هيعمل لك سكرول بارز وهيعمل لك مشاكل كتيره. لو انا عرضته على شاشه كبيره هيعمل لي مشاكل، مش ريسبونسيف، مش بيتجاوب، ما بيحركش نفسه على الرياكشنز اللي بيتعرض معاها ديت. النوع ده هو من ضمن العيوب، بس اكشولي هو فيكسد، هو نمط كده، النمط ده ان هو بيتصمم لشاشه معينه، ما بيتصممش لاكتر من شاشه فليكسبل او اكتر من شاشه ريسبونسيف. ديت نقطه. النقطه الثانيه السكرول بارز اللي بتظهر معايا، لانه مش بيتجاوب معايا، فانا لو عرضته على شاشه حجمها، لو نتخيل حد شغال بريزوليوشن 800 في 600، ريزوليوشن اللي هو بتاع ايام زمان ده، تمام؟ او ريزوليوشن اي يكون ريزوليوشن، بس اقل يا جماعه من 960 بكسل، جس وات، هيعمل له سكرول بار الرأسيه اللي انا اللي هي زي موجوده هنا دلوقتي، هيعمل له سكرول بارز ديت.
السكرولز السكرول بار اهو، السكرول بار ديت لما بتكون موجوده اهو اللي هيحصل، هلاقي ان في اجزاء من الكلام طايره مني، مش عارف ابص على الشاشه بحجمها الكامل، ففي مشكله. النقطه الثالثه يا جماعه البيج سكرينز، اليوزر المستقبلي اللي جاي اكشن ما بيجيش على شاشه التلفزيون، ده بيجي شاشه ال سي دي، الشاشات الكبيره يعني. فاكشن لو انت كنت عملت موقع بتاعك على مثلا ابعاد 960 بيكسل والشاشه كانت يعني نقول كام 32 بوصه، فبالتالي نقول ان الريزوليوشن بتاعها اعلى بكتير جدا من الكلام ده، فبالتالي لو انت كنت عامل ديفيجن وحاطط فيه نص هتلاقي ان النص اخد لك السطر كله كده ومشي لغايه الاخر، ما منزلش لتحت، وتلاقي ان التكست بتاعتك بتمشي لاين باي لاين. تخيل كميه الجلاله لو حد كان بيقرا على شاشه كبيره لنص كامل، ممكن يعني بص يقعد يمشي كده مع النص لغايه لما يخلصه. فديت مشكله مع الشاشات الكبيره، لان نفس القصه يعني هو عنده مشكلتين، مشكله في الشاشات الصغيره اللي اصغر من 960 بكسل، ومشكله في الشاشات الكبيره اللي اكبر بمساحات كبيره بقى من 960 بيكسل او عن 1024 بيكسل او عن ال 2000 او عموما فوق مجال ال 1000 بيكسل، فوق ال 1000 بيكسل، فبالتالي يكون عندك شويه مشاكل. ده كده يا جماعه بالنسبه ليه البدايه ديت اتكلمنا فيها عن ثلاث نقاط، عن الديفينيشن وعن الادفانتج وعن الديس ادفانتج من الديس ادفانتج من النمط ذات من الانماط الفيكسد لاي اوت از سي اس اس بيج لاي اوت تكنيك. سعيد جدا اني استقبل اسئله واستفسارات حضراتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.